هو يمكن كريم اتكلم عن نقطة معينة، بس أنا عايز أتكلم أخدها من زاوية تانية خالص. هو النهاردة مباراة قمة، هو تسمى مباراة قمة طب. مهما كان وضع الناديين، وجماهير الناديين ما بتقبلش الخسارة من الطرف طب. الآخر، ولكن ده ما يمنعش من احتفال النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي بالبطولات والإنجازات اللي حققها، طبعا ومنها بطولة الدوري العام. طبعا خليني أكلمك على نقطة مهمة جدا 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 في بداية الموسم، لما جه مستر ميرسل كولر. كويس، مستر كولر لما جه كان عنده بعض المهام، اولها ترتيب الاوراق من داخل الفريق. كويس، وهو راجل جاي بعد خساره دوري وخساره بطوله افريقيه، وكمان كان في الاواخر كاس مصر. فانت جمهور النادي الاهلي مستني المدير الفني اللي جاي يعمل ايه بقى في الموسم الجديد؟ يجيب البطولات دي. هو جاب البطولات دي وجاب فيها كمان فيها بوسه بطولتين تانيين. السوبر دي البوسه بالظبط. فهو مش عايز اقول عمل انجاز، لا هو عمل انجازات اعتقد ان مفيش حد عملها قبله مع اللعيبه ومع المنظومه ككل. بالتاكيد لا، مارسيل كولر للامانه هو يعني استكمالا لكلام كريم، هو احد الاختيارات الصائبه لمجلس الاداره النهارده. مجلس الاداره اختار مدرب صح. ليه مارسيل كولر المدرب المناسب؟ لان احنا بنتكلم عن مدرب، الشخصيه بتاعته لما حللنا الشخصيه بتاعت مارسيل كولر لانها الى حد ما بتتناسب مع الاوضاع اللي احنا بنعيشها هنا وطبيعتنا احنا كشعب. يعني هو برضه احنا دايما فكرنا عن السويسريين ناس زي الساعة بالزبط. وما عندهمش هزار مع والحسم، فهو راجل بيجمع ما بين فكرة ان هم يعني في حسم وفي قرارات لما بتتاخد ما بتتغير، وفي نفس الوقت راجل مرح جدا. يعني تلاقي ما فيش اي أزمة مع الصحفيين مثلا في المؤتمرات، ده بالعكس كلهم بيحبوه. الجمهور بيحبه جدا، اللعيبة زي ما احنا شايفين القاعد اللي ما بيشاركش اللي بيشارك كلهم تحس ان هي منظومة واحدة، فده يحسب للجهاز الفني وعلى راسه مارسيل كولر، وطبعا الاداره ان هي اختارت المدرب الصح. بس خلي بالك في حاجه انا برضه هنتكلم فيها دي، انت احيانا كاداره بتجيب مدير فني بس انت مش عارف اذا كان هيوافق عشان كده الفريق ولا عشان كده انا بقول لحضرتك بقى هي سماته بقى اللي هي كانت سمات شخصيه كمان سماته الفنيه، ان راجل اكاديمي راجل بيشتغل بادق التفاصيل. النهارده في القناه هنا استضافوا زميل لنا اسمه شادي، كان عمل زي فيلم وثائقي كده عن مارسيل كولر. لما كلنا شفنا الفيلم ده، يعني بعيدا ان احنا قرينا عن مارسيل كولر، لكن لما شفنا الفيلم ده عرفنا قد ايه الراجل ده وان هو صغير كمدرب لسه بيبتدي كافح وتعلم حاجات كتير، تحليل الاداء كان بيعمله بشكل بدائي لحد ما اتطور فيه، التعامل البدني، التدريب، كل حاجه كان بيهتم بكل التفاصيل، كافح كفاح كبير جدا وهو في بدايته التدريبيه لحد ما وصل لما عمل الجيل بتاع النمسا اللي هو الناس كلها كانت بتتكلم عليه. بعد كده اصابته اللي خليته يقعد من التدريب سنتين ورجع مع النادي الاهلي. طبعا البيئه هنا في النادي الاهلي بتساعد المدرب، مع ان هو كمان فكره، مع ان هو زي ما كريم قال حاجه مهمه، انت بعد خساره سان داونز هو راجل ما قفش مثلا على الافكار بتاعته الفنيه، لا ده هو النهارده حلل الموضوع ده. خساره سان داونز دي تساوي كام بطوله احنا خدناها بعد كده، دي كانت نقطه تحول بالظبط. فهنا هي دي الفكره، ان مارسيل كولر فعلا يستحق ان هو يعني بعد الفتره، اي مدرب للنادي الاهلي بيكسب، يعني اي مدرب للنادي مطالب انه يكسب بطولة. ولكن مارسيل كولر مش بس كسب بطولات، لا ده هو كسبها باداء وارقام وفنيات، تطور فردي للعيبه، تطور جماعي، بالاضافه لان هو 5 على 5.